طب بيج 112 بقى نتكلم على القصه بتاعت الدي ان ايه والبروتين سينثيسيس. كنا قلنا الفيديو اللي فات ايه؟ ان الدي ان ايه ده او الكروموزوم متقسم سيكشنز، كل سيكشن اسمه جين صح؟ الجين ده بيبقى جزء من الدي ان ايه، عليه انفورميشن معلومات بتؤمر السيلز ان هي تعمل بروتين. كل بروتين مسؤول عن ايه؟ فيتشر معينه صح؟ طيب تعالى كده نشوف القصه دي، نفهم القصه دي ازاي الدي ان ايه بيخزن جينيتك انفورميشن. بصوا تخيلوا كده معايا ده الدي ان ايه اهو صح، مثلا فور اكزامبل زي ما احنا عارفين الدي ان ايه ده اصلا دبل ايه ستراندد صح. الدي ان ايه يا جماعه ده اصلا مكون من ايه؟ مكون من تو ستراندز زي ما قلنا صح. كل ستراند بيبقى عليها مولكيولز، انا عاملها الغامقه دي، مولكيولز دي يا جماعه اسمها نيوكليوتايدز. اهي النيوكليوتايدز دي هي اللي بتكون كل ستراند على الدي ان اي. دول تو ستراندز هم دبل هيليكس، كل ستراند مكون من نيوكليوتايدز، حتى كل نيوكليوتايد بيطلع منها ايه؟ مولكيولز كده. المولكيولز دي قلنا اسميهم ايه؟ المولكيولز دي قلنا اسميهم البيزز صح؟ حتى احنا قلنا عندنا اربع انواع من البيزز صح؟ A وتي وجي وسي صح؟ فلو جيت مثلا كبرت الجزء ده من الدي ان اي صح؟ لاقي المنظر ده صح؟ دول اللي هم البيزز اللي طالعين من النيوكليوتايدز صح؟ وادي البيزز هنا صح؟ لو انا عندي مثلا بيز هنا ايه؟ لازم قصاد الناحية التانية يبقى فيه ايه؟ لازم الناحية التانية يبقى قصاده تي صح؟ ولو انا عندي مثلا جي هنا صح؟ يبقى قصاد الناحية التانية فيه ايه؟ لازم يبقى فيه سي صح؟ خلاص الاي مع تي والجي مع السي، وافتكروا ان البيزز دي بتبقى ماسكه في مولكيولز على الدي ان ايه نفسه اسمها نيوكليوتايدز. خلاص طيب تخيلوا معايا اللي على الشمال ده الدي ان ايه، والجزء اللي انا معلم عليه ده، بصوا الجزء اللي انا معلم عليه ده هنفترض ان ده جين الاي كولر. خلاص جين الاي كولر ده عليه معلومات المفروض كودد انفورميشن تؤمر السيلز ان هي تعمل وان كايند اوف بروتين. البروتين ده هيبقى مسؤول عن ايه؟ لون عيني. انا بقى هفهم ازاي المعلومات اللي موجوده في الحته دي من الدي ان ايه عليها زي شفره هتخلي السيل ان هي تعمل ايه؟ بروتين معين. عن البروتين ده طبعا عنده ايه؟ امين اسيدز معينه. خلاص المهم تعال نفهم القصه دي تمشي ازاي، تعال نفهم المعلومات. انا افترض مثلا ان ده الجزء من الدي ان ايه، انا مش قصدي الدي ان ايه كله، ده الجزء من الدي ان ايه اللي ايه؟ الجين بتاع الاي كولر، هو ده هي المنطقه دي. خلاص قلت كده الدي ان اي ده اصلا دبل ستراند صح، تو ستراندز، ادي ستراند وادي ستراند صح. بيقول لك المعلومات عشان تعمل بروتين تبقى موجوده على ستراند واحده، هنفترض ان هي ستراند على الشمال دي اللي عليها الانفورميشن، فانا هرسمها كده كاني فكيت انا الدي ان اي عشان افهم المعلومات دي عباره عن ايه. المعلومات دي بتبقى عباره عن ترتيب معين من البيزز على الدي ان ايه. خلاص ترتيب معين من البيزز على الدي ان ايه، شايفين دول البيزز، يعني مثلا فور اكزامبل اول بيز فوق ده ايه صح، اللي بعده ايه مثلا، اللي بعده برضو ايه صح، هنا مثلا جي سي تي صح. مالناش دعوه بقى باللي على السنه الثانيه بعد كده، مثلا ايه تي مثلا سي مثلا فور اكزامبل صح، مالناش دعوه باللي بيحصل على السترند التاني. المهم اكتشفوا ايه؟ ان المفروض ان ده جين اي كولر صح، بدايته هنا، ثواني، بدايته هنا ونهايته هنا صح. فالمفروض ان المعلومات دي ترتيب الحروف او البيزز ده هو اللي المفروض ايه؟ زي ما تقول الشفرة عشان خاطر ان انا اعرف اعمل بروتين. تعال نفهم ايه الترتيب ده وازاي ترتيب البيزز او الحروف دي بيعمل لي بروتين. هو اصل البروتين ده مكون من ايه؟ البروتين ده مكون من امينو اسيد صح؟ فاكتشف ان كل التلاتة بيزز اللي هو اي 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 مثلا، بعد كده التلاتة اللي بعدهم جي سي تي، بعد كده اي تي سي، بعد كده مثلا هفترض تحت عندك
بيزز دول اللي هم جي 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 مثلا. خلاص انا افترض كده جي 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 ثلاثه بيزز هم ورا بعض، كل ثلاثه بيزز على الدي ان ايه على ستراند واحده كود لامينو اسيد. احنا مثلا عندنا في السيل 20 نوع من الامينو اسيدز، كل امينو اسيد ليه على الدي ان ايه كود معين، الكود ده مكون من ثلاث حروف او ثلاثه بيزز ورا بعض. طبعا ما بنحفظش اسامي الامينو اسيدز، هنفترض انا هسميهم بارقام، كان انا عندي انواع امينو اسيدز من 1 ل 20. الاي اي اي ده كود لامينو اسيد اسمه 17، هو ليه اسم في الحقيقه بس مش بنعرفه. الجي سي تي ده الثلاثه بيزز اللي بعدهم كل امينو اسيد اسمه 14. الاي تي سي ده كود لامينو اسيد اسمه 4. عندنا 20 نوع صح، انا مش بسميهم اسامي، هم ليهم اسامي في الحقيقه مش هنقولها مش علينا، هسميهم ارقام. الجي جي جي ده كود لامينو اسيد مثلا اسمه 19. يبقى انت جيل اي كولر اللي بيبدا من هنا من فوق هنا صح وبينتهي هنا بيحاول يوصل للسل في عيني معلومه، يا سل اعملي لي بروتين، بروتين ده مسؤول عن لون عيني، انواع الامينو اسيدز اللي فيه تبقى 17 بعدين 14 بعد كده 4 بعد كده 19 صح، وده يبقى ترتيبهم. يعني السيل بقى هتفك الشفرة ازاي؟ تقول لك اه احنا عايزين نعمل بروتين فيه كام امينو اسيد؟ 1 2 3 4 صح؟ انواعهم ايه؟ 17 14 4 19 صح؟ ترتيبهم ايه؟ 17 اول واحد بعد كده ال 14 بعده بعد كده 4 بعد كده 19. يبقى السيل لما تيجي تعمل البروتين بتاع الاي كولر هتجمع اربع امينو اسيدز بالشكل ده وبالترتيب ده اللي انا قلت عليه، عشان في الاخر لما تثبت تكون بروتين ده، البروتين ده هيبقى مسؤول عن ايه؟ لون عيني. ليه؟ لان ده تكنيكلي جين اي كولر. طبعا الموضوع كومبليكيتد عن كده بكتير، بتتكلم في ملايين البيزز والاف الامينو اسيدز صح؟ مش كده؟ وبالتالي بقى احنا كده بنستفيد ايه؟ ان ترتيب البيزز على الدي ان ايه، ترتيب الحروف ده صح؟ ترتيب الحروف ده هو اللي مسؤول عن ترتيب الامينو ايه؟ اسيدز في البروتينز، وترتيب الامينو اسيدز في البروتين هو اللي بيحدد شكل البروتين النهائي صح؟ وشكل البروتين احنا قلنا هو اللي بيحدد شكل الاورجانيزم صح؟ مش كده؟ فانا لو مثلا ده جيل اي كولر بتاعت واحد لون عينه براون، ده ترتيبه البيزز، ترتيبه الحروف اهي، ده ترتيبه الامينو اسيدز، هتعمل بروتين، البروتين هيتعمل هيخلي لون عينه براون لان ده جيل اي كولر. طب هل مثلا الحروف بتبقى هي هي في الجين بتاع الاي كولر بتاعت واحد مثلا لون عينه جرين عنده قليل جرين؟ لا، هيبقى ترتيبها مختلفه. يعني مثلا تلاقي مثلا بدل اي 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 ده تلاقي مثلا اي اي سي، فبالتالي هنعمل امينو اسيد اسمه 14 صح، او مش 14 خلينا مثلا 10 امينو اسيد 10 صح. وبالتالي ده معناه ايه؟ ان لما بتغير ترتيب البيزز هنا هتغير الامينو ايه اسيدز هنا صح ترتيبهم، وبالتالي هتغير شكل البروتين النهائي والفيتشر بتاعت الشخص هتختلف. لو مثلا لو ده جيل اي كولر فور اكزامبل هتلاقي ايه؟ لون عينه اختلف. فالملخص اقولها تاني، ان ترتيب البيزز على الدي ان ايه هو اللي بيحدد ترتيب الامينو اسيدز في البروتين، هو اللي بيحدد شكل البروتين النهائي وبالتالي شكل الاورجانيزم الفيتشر بتاعته عامله ازاي صح؟ طيب فدي الفكره. المهم لو جينا اتكلمنا بقى على القصه بتاعت البروتين سينثيسيس، يعني هو دلوقتي نظريا البروتينز دي المعلومات ازاي اصنعها بتبقى موجوده في جينز، والجينز دي على الدي ان ايه جوه النيوكليس صح؟ نفترض النيوكليس اهي، فالمعلومات عشان تعمل بروتين موجوده في النيوكليس، بس تصنيع البروتينز بيحصل في السيتوبلازم في الريبوزوم صح؟ فالمعلومات في النيوكليس ومصنع البروتينز فين؟ في الريبوزومز في السيتوبلازم، او الريبوزومز اللي ماسكه على الرف اندوبلازميك ريتيكولم. فالفكره بقى هنا بيحصل ايه؟ ان المعلومات دي بتتنقل من النيوكليس، معلومات ازاي اعمل البروتين اللي هو ترتيب البيزز، بتتنقل من النيوكليس تروح للريبوزوم. تروح ازاي؟ اللي هو لو الدي ان ايه اهو، ده الدي ان ايه اهو دبل ستراند اهو، دي ستراند ودي ستراند صح؟ هنفترض ان الستراند اللي تحت دي هي اللي عليها المعلومات. بيجي موليكيول، شايفين الموليكيول ده؟ اللي انا معلم عليه ده، المولكيول ده اسمه ام ار ان اي، ماسنجر ار ان اي، قلنا اسمه ميرنا.
مرة ده كأنه بيجي كوبي الانفورميشن، ينسخ الانفورميشن من على ستراند اللي عليه الانفورميشن في الدي ان ايه، يطلع من النيوكليس ام ار ان ايه اهو، طلع بره النيوكليس صح، راح على مين؟ ام ار ان ايه، راح على الريبوزومز اللي في السيتوبلازم. الريبوزومز دي بتعدي عليه كده على الانفورميشن اللي فيه، تقعد تقادل امينو ايه اسس بترتيب معين عشان خاطر اعمل بروتين بشكل معين، عشان خاطر اعمل زي ما تقول شكل معين للاورجانيزم ده. خلاص، فمهم جدا نعرف ان الجينيتك انفورميشن او الجينيتك كود اللي انا اتكلمت عليه من شويه، اللي هو كل الداتا بيزز كود للامينو اسيد، وترتيب البيزز اللي بيحدد ترتيب الامينو اسيدز في البروتين لما بيجي يتعمل، ده بيبقى موجود في النيوكليس. وفي مولكيول اسمه ام ار ان اي بياخد الانفورميشن دي من النيوكليس يوديها للريبوزوم عشان خاطر تعمل البروتينز دي.